الأخير، هل هو التسجيل الأخير في موضوع المقاييس؟ ومن المهم جدا عند التطرق إلى المقاييس التأكد من صحة المقياس وثبات المقياس. طبعا تقييم المقاييس بتم عادة عبر جمع بيانات من خلال ما يسمى بالبايلوت تيستينج، أو عينة استطلاعية نقوم من خلالها تحديد صحة المقياس أو ما يسمى بالفاليديتي أو الصدق، وفيها يتم التحقق من أن المقاييس التي تم تطويرها تقيس المفهوم التي طورت لأجله. نحن طورنا هذا المقياس ليقيس مفهوم محدد، ليقيس تركيبة مفاهيمية محددة، ليقيس أحد أبعاد المفهوم بشكل دقيق. وبالتالي من المهم جدا أن يكون هذا المقياس صادق وصحيح، أي يقيس ما تم تطويره من أجل قياسه. ثم بعد ذلك، هل هذا المقياس ثابت أم لا؟ بمعنى أنه استخدام هذا المقياس في أكثر من زمن، أكثر من فترة زمنية، أكثر من مجال، أكثر من دولة مثلا، في أكثر من ثقافة، هل هو ثابت يعطينا تقريبا يعني نتائج متقاربة، أم أنه متذبذب؟ يعني إذا تغيرت ثقافة الناس الذين يقومون بتعبئة أو استخدام هذا المقياس تتغير نتائجه بشكل كبير جدا. مهم جدا أن يكون هذا المقياس ثابت. للتقريب مثلا، جميع الناس في جميع الثقافات، في جميع البلدان، في جميع الأزمنة يتعاملون مع الكيلوغرام على أنه 1000 جرام. فهذا المقياس للوزن هو مقياس حقيقي، مقياس ثابت، أي أنه يمكن الاعتماد عليه والتعويل عليه في جميع البلدان، جميع الأزمنة، جميع الثقافات، تمام، بغض النظر عن المكان الذي يتم استخدامه فيه. كذلك المقاييس في العلوم الإنسانية، نحن نسعى إلى أن تكون ثابتة، نسعى إلى أن نعتمد عليها، أو درجة الاعتماد عليها يكون درجة قوية. طبعا الحديث عن الصدق أول جزء من اللي هو رصانة المقاييس، الحديث عن الصدق أو صحة المقياس. الاختبار الصادق أو المقياس الصادق هو الذي يقيس موضع الاختبار لقياسه. وبذلك فإن صدق الاستبيانة، طبعا الاستبيانة هي أداة جمع البيانات التي تتكون من مقياس واحد على الأقل أو عدة مقاييس عندما نقوم بتصميمها، يقصد بها أن تكون الاستبانة أو المقياس قادر على إنجاز وقياس ما وضعت لأجله، بما يحقق أهداف الدراسة ويجيب على أسئلتها وفرضياتها. نحن لدينا في الدراسة عادة أكثر من متغير، ولدينا أيضا أسئلة، الأسئلة هي تتناول إما المتغير بشكل منفصل أو العلاقة بين المتغيرات. ومن الممكن أن يكون لدينا أيضا فرضيات، أيضا الفرضيات تكون بين المقاييس. فصدق المقياس يعطينا نتائج أدق فيما يتعلق بالإجابة على أسئلة وفرضيات الدراسة، وبالتالي يحقق أهداف الدراسة بشكل أعمق. طبعا الصدق أو صحة المقياس يتم النظر إليه من 3 اتجاهات. أول شيء صدق المحتوى أو المضمون، أو ما يسمى بالـ content validity، ويسمى أيضا الصدق المنطقي logical validity، ويسمى أيضا صدق المحكمين، لأنه بيعرض على مجموعة من الخبراء أو الممارسين أو الأكاديميين الذين لهم علاقة بموضوع الدراسة. صدق المحك أو المعايير يسمى criterion or related validity، ناقشه في شرائح قادمة. والصدق البنائي construct validity أيضا نناقشه في شرائح قادمة. إذا عند الحديث عن الصدق يجب الانتباه أن الصدق يعني أنه هل الاستبيان أو هل المقياس بالفعل يعبر أو يقيس الأشياء التي تم تصميمها من أجل قياسها أم لا، وله 3 نواحي للتأكد من الصدق أو الصحة: صدق المحتوى والمضمون، صدق المحك والمعايير، والصدق البنائي. صدق المحتوى طبعا
أو أحد أو الجزء الأول في موضوع الصدق أو الصحة، صدق المحتوى، فحص صدق المحتوى وصحة المحتوى عفوا، حيث تركز هذه الطريقة على الدرجة التي يمكن أن تقيس فيها المقاييس الأوجه المختلفة للمفهوم. عند مراجعة موضوع المفاهيم في فيديوهات سابقة، يتبين أن المفهوم ينعكس من خلاله عدة صفات أو عدة خواص للموصوف، للقضية التي نقوم بوصفها أو المتغير أو المفهوم اللي نقوم بوصفه. فمهم جدا أنه هل المقياس يحتوي أو يعكس جميع المفاهيم أو الخصائص المرتبطة بالمفهوم الأساسي اللي احنا بصدد قياسه أم لا؟ نحن لا نريد أن يكون المقياس فقط يتناول بعض الأجزاء أو بعض الخصائص المرتبطة بالمفهوم، يجب أن يتناول جميع أوجه المفهوم. مثال: إذا أردنا الاستدلال على المهارات الحسابية لمجموعة من التلاميذ واستخدمنا مؤشرات تفحص القسم فقط، يعني قدرتهم على معالجة أو فهم أو تنفيذ العمليات الحسابية المرتبطة بالقسمة فقط، ولا تتطرق للعمليات الحسابية الأخرى، الجمع، الضرب، الطرح، فإن هذه المقاييس غير كافية وغير صحيحة من ناحية المحتوى، لأنها لا تقيس كل جوانب المفهوم، وإنما تقيس جانب واحد من المهارات الحسابية، وهي القدرة على إجراء عمليات القسمة. إذا كان المحتوى أو المقياس صحيح من ناحية المحتوى أو صادق من ناحية المحتوى، فمقياس المهارات الحسابية يجب أن يتطرق إلى جميع أو إلى المهارات الحسابية الأربعة الأساسية: الجمع، الطرح، القسمة، والضرب. موضوع صحة المعيار أو الـ criterion validity موضوع شائك إلى حد ما، يعني وصعب تحقيقه أو الاستدلال عليه بشكل كبير جدا، لكن هو الفكرة وين؟ إنه نتأكد إن المؤشرات داخل المقياس اللي طورناه هي سليمة وبالفعل مرتبطة بيه وصحيحة ومرتبطة بيه المفهوم اللي احنا بصدد وصفه أو المتغير اللي احنا بصدد قياسه، وبالتالي تتم عبر قضايا إحصائية مرتبطة بأخذ الارتباط بين المؤشرات الحالية ومؤشرات سابقة، لكن هي تواجهها إشكاليات إنه ليس كل المقاييس لديها مؤشرات سابقة تم تطويرها، وثم هل المؤشرات السابقة صحيحة أيضا أم لا؟ فهي طبعا تساؤلات جوهرية. فموضوع الـ criterion validity أو صحة المعيار موضوع شائك ويعني ليس جدلي، ولا نتطرق له كثيرا في الحقيقة. أيضا الصدق البنائي أو الكونستراكت فاليديتي، هذا الصدق أيضا يوجد فيه نوع من التعقيد، وهو مرتبط بالنظرية أكثر، حيث يتم فيه فحص مدى توافق المقياس مع نظرية معينة. فمثلا إذا كانت النظرية تنص على أن انخفاض الطبقة الاجتماعية أو تدني الطبقة الاجتماعية يزيد عزلة الشخص أو يزيد عزلة المجتمع، فإننا نستطيع تطوير مقياس واختباره على العينة معلومة الطبقة الاجتماعية، فإذا توافق الناتج مع النظرية كان المقياس صحيحا، وإذا لم يتوافق يكون المقياس خاطئا. هذا الجزء طبعا نحاول من اتجاهات إحصائية علاجه. الموضوع موضوع الصحة أو صدق الاستبيان أو المقياس، كثير من الباحثين يعتمدوا على الصدق الخاص بالمحكمين، في بعض الأحيان يسمى face validity، يعني فقط اللي هو النوع الأول من أو الاتجاه الأول من الصدق. الاتجاهات الأخرى يتم فحصها إذا توفر معلومات كافية للفحص، أما إذا لم يتوفر من الصعب التطرق له. بعض الملاحظات العامة على تطوير المقاييس والمؤشرات طبعا. لا يوجد طريقة مثالية لفحص صحة المقياس، يعني إحنا بنجتهد في العلوم الإنسانية، كما قلنا لا يوجد مسلمات أو أشياء ثابتة بشكل كبير جدا، وإنما يوجد اجتهادات وأشياء قريبة كثير من الصواب. يتم التعامل مع كل حالة على حدة، حيث تستخدم الطرق السابقة حسب الحالة قيد البحث، وبالتالي معظم الناس يلجأ إلى
النوع الأول من فحص الصدق اللي هو الخاص بصدق المحكمين، أو أنه يتأكد أنه بالفعل هذه المؤشرات اللي تم تطويرها داخل المقياس تقيس بالفعل المفهوم الأساسي اللي طورت من أجله. إذا فشلت الطرق السابقة يتم عرض المقياس على مجموعة من الخبراء لإبداء الرأي. في بعض الأحيان طبعا، وهو جزء من الطريقة الأولى أيضا، نقوم بعرض المقياس على مجموعة من الخبراء للتأكد أن هذا المقياس صحيح ويقارب الحقيقة، وهذا ينسجم مع المرحلة الأولى من فحص الصدق. القضية الثانية المهمة المرتبطة بالمقاييس هي قياس مدى ثبات المقياس، وبالتالي قديش احنا بنقدر نعتمد على هذا المقياس، ويقصد بثبات المقياس إلى أي درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كل مرة يستخدم فيه، كما قلنا في ثقافات مختلفة، في قطاعات مختلفة، مثلا في الصحة، في التعليم، في الشرطة، في التسويق وهكذا. ويعتبر الثبات من الصفات الأساسية التي يجب توفرها في أداة جمع البيانات قبل الشروع في استخدامها. تكمن أهمية قياس درجة ثبات أداة جمع البيانات في أهمية الحصول على نتائج صحيحة كلما تم استخدامها، وألا تكون الأداة متذبذبة، فالأداة المتذبذبة لا يمكن الاعتماد عليها ولا الأخذ بنتائجها، وبالتالي ستكون نتائج الدراسة غير مطمئنة ومضللة، وفي أغلب الأحوال مضيعة للجهد والوقت والمال. يعني باختصار شديد، لو أنا استخدمت مقياس مش ثابت أو كان المقياس مش ثابت، هذا لا يعني أنه أنا بنيت عملي أو دراستي على تراكم معرفي حقيقي. ثم أنا لا أستطيع أصلا أن أقارن نتائجي بنتائج الآخرين المشابهة لدراستي. لماذا؟ ببساطة لأن المقياس غير ثابت. في ظل وجود مقياس غير ثابت، لا أستطيع أنه أعتمد على النتائج اللي أنا طلعتها أو أخرجتها في دراستي، ولا أستطيع مقارنتها بنتائج الآخرين لأنه أيضا استخدموا مقياس غير ثابت إذا قاموا باستخدام نفس المقياس. يقاس ثبات أداة جمع البيانات بطرق مختلفة، من أشهرها طبعا حساب معامل ألفا كرومباخ ألفا. إذا الثبات مهم جدا، الواحد يطمئن أنه أداة الدراسة الموجودة عنده غير متذبذبة، أداة ثابتة، أداة يمكن الاعتماد عليها في أكثر من بيئة، في أكثر من زمان، في أكثر من مكان، وبالتالي هذا يعطي طمأنينة أكبر للأبحاث العلمية، ويجعلنا نحافظ على تراكمية البحث العلمي، يجعلنا نستطيع أن نقارن نتائجنا بنتائج الآخرين، وبالتالي نحافظ على بنيان علمي متكامل. طبعا مفهوم الاعتمادية أو الثبات يتحقق إذا قام المستطلعين أو المستطلعون بالإجابة على نفس السؤال بنفس الطريقة في أوقات متفاوتة. لذا يجب مراعاة الأشياء الثلاثة الآتية واللي تشكل مصادر لعدم الاعتمادية، أو أن يكون عندنا اعتمادية قليلة أو درجة قليلة من الاعتماد على المقياس، أو أن يكون المقياس متذبذب. عدم دقة الألفاظ، حيث يمكن فهم السؤال أو الفقرة، خلينا نقول الفقرة أو المؤشر، بصورة مختلفة عند تغير الظروف. يعني عندما يأتي الشخص للإجابة في الاستبيان من خلال المقياس الموضوع، مقياس المتغير، إذا كانت الألفاظ غير دقيقة، يعني ممكن تحميلها أو تفسيرها بشكل مختلف في بيئات مختلفة وثقافات مختلفة وأزمنة مختلفة، يعني السؤال مش مفهوم، مش واضح، فقرات المقياس في الاستبيان، هذا طبعا يؤدي إلى إشكاليات مرتبطة بالثبات. التأثير الذي ينتج عن جنس الباحث وطريقة لبسه وخلفيته العرقية، يعني ممكن الاستبيان يكون فيه درجة من العنصرية أو درجة من أو إشارات غير محبذة بالنسبة لبعض الأشخاص أو بعض الجنسيات أو بعض الأعراق. سؤال مجتمع الدراسة من أشياء لا يوجد لديهم معلومات كافية عنه، أو أنه أروح أسأل من خلال المقياس تبعي، أسأل الناس المستطلعين عن أشياء ليس لهم علاقة بها، ليس لهم معرفة أو دراية بها، وبالتالي للضمان أن يكون المقياس ثابت ويمكن الاعتماد عليه، نسعى إلى أن تكون ألفاظنا دقيقة ولا تحتمل أكثر من
مفهوم، ما تكونش فضفاضة يعني، تكون معبرة عن المتغير أو المفهوم اللي إحنا بصدد قياسه، وتكون دقيقة. يعني كل واحد من الألفاظ ضمن المؤشرات أو ضمن الفقرات الموجودة في الاستبيان تكون مصاغة بشكل دقيق ولا تحتمل عدة أوجه. لا تكون هذه الفقرات مرتبطة يعني أو تثير حساسية جنس معين أو خلفية عرقية معينة أو ثقافة معينة، وتكون تعبر بالفعل عن أشياء أو تسأل المبحوثين عن أشياء يستطيعون الإجابة عليها. لا تسألهم عن أشياء تخيلية أو أشياء لم يقوموا بممارستها أو تصورها. وبالتالي الخلل في أي نقطة من هذه النقاط الثلاثة يؤدي إلى خلل أكبر في ثبات المقياس. عند تطوير المؤشرات في المقاييس، يعني الفقرات الموجودة في الاستبيان ضمن المقياس، يفضل عدم اللجوء إلى المقياس أحاد المؤشر، يعني المقياس اللي فيه فقرة واحدة. ليش؟ لأن هناك مشكلة موجودة مع المفاهيم أحادية المؤشر، أي عند وجود فقرة واحدة لفحص المفهوم. وفي هذه الحالة يتم فحص آراء المستطلعين مرة ثانية بعد مرور أسبوعين إلى 4 أسابيع، ومن ثم مقارنة الاستجابة بالمرة الأولى. والمشكلة تكمن في أن بعض المستطلعين قد يتذكرون إجاباتهم من المرة الأولى والإجابة بنفس الحالة السابقة. أيضا المؤشرات، أو عفوا المقاييس التي تحتوي على مؤشر واحد أو حتى مؤشرين، من الصعب أنها تكون ثابتة. لماذا؟ لأنها عادة الأشخاص اللي من الممكن أنهم يعبوا الاستبيان أكثر من مرة يتذكروا استجاباتهم، ولها يعني أيضا علاقة بالتحليلات الإحصائية وهكذا. فهذا بيثير سؤال: كم عدد المؤشرات ضمن المقياس المحبذ يعني التعامل معها؟ يعني معظم الباحثين في هذا المجال يتحدث عن 3 مؤشرات على الأقل، والعدد الأقصى طبعا إلى حد ما مفتوح، لكن أيضا يفضل أن يكون بحد أقصى من 7 إلى 10، يعني على أبعد تقدير 10 مؤشرات ضمن المقياس. طبعا هذا بيقودنا إلى الحديث عن أنه كل ما زادت المؤشرات ضمن المقياس، كل ما كان المقياس أكثر ثباتا وممكن الاعتماد عليه بشكل كبير جدا. لكن المشكلة تكمن في أن بعض المتغيرات أو بعض المفاهيم لا يمكن إيجاد أو لا يمكن استخدام أكثر من مؤشر أو أكثر من فقرة للدلالة عليه. في هذه الحالة طبعا لا يوجد أمامنا خيارات، وفقط نقوم بالقياس عبر مؤشر واحد. بعض الملاحظات الأخرى الهامة في موضوع الثبات: تأكيد على استخدام كلمات دقيقة للتعبير لا تحتمل أكثر من معنى، تدريب المقابلين إذا كان يتم تجميع البيانات عبر استبيان يقوم قراءته للمبحوثين وتعبئته، توضيح بعض الأشياء إن لزم الأمر، مع أن هذا يقدح في عند كثير من الباحثين يقدح في المصداقية، تجنب الأسئلة التي يعتقد أن المستطلع آراؤهم ليس لديهم فيها معلومات كافية، وعلى الأقل جعل أحد الاستجابات لا أعلم أو لا أستطيع التحديد. يعني إذا كان هناك شك في أن أحد الفقرات ضمن المقياس لا يمكن فهمها أو لا يمكن لبعض المستطلعين الإجابة عليها، نجعل أحد الخيارات في درجات المقياس لا أعلم، يعني بدرجة قليلة جدا أعلم، بدرجة قليلة جدا، بدرجة قليلة لا أعلم، أو لا أستطيع التحديد، بدرجة كبيرة، بدرجة كبيرة جدا، وهكذا. يوجد عدة طرق إحصائية لفحص الثبات لا نستطيع تناولها ضمن الفصل الحالي. هذه الشريحة طبعا مهمة جدا، حيث تتناول العلاقة بين الثبات وصدق الاستبيان. ما هو شكل العلاقة بين الثبات والصدق؟ يعني صحة الاستبيان وثبات الاستبيان، هل بينهما علاقة؟ الثبات يعتبر شرط ضروري لتوافر الصدق، ولكن ليس شرطا كافيا. يعني أنه يكون المقياس ثابت
هذا شيء، وأن يكون صحيح شيء آخر. أن يكون ثابت هذا أساس، تمام، وهذا الأساس يمهد للصدق. إذا كان المقياس صادقا تماما فهو بالتبعية ثابت أيضا. يعني لو أن المقياس صادق 100%، يعني يقيس بالفعل ما أنشئ لأجله أو لأجل قياسه، في الغالب حيكون ثابت. وبالتالي يمكن القول أن الصلاحية أو عفوا المصداقية أو الصدق التام يعني الثبات التام. وهذا طبعا صعب تحقيقه، صدق تام وثبات تام يعني صعب تحقيقه. وبالتالي عند الحديث عن الطرق الإحصائية التي تقوم من خلالها فحص الثبات زي كرومباخ ألفا مثلا، إذا حصلنا على 0.7 من 1، يعني 7 من 10 من واحد صحيح، نقول إنه هذا المقياس مقياس ثابت. طبعا كل ما زادت الكرومباخ ألفا عن 0.7 واقتربت من الواحد، كل ما كان الثبات أعلى ويقترب من الثبات التام. إذا كان المقياس غير ثابت فلا يمكن أن يكون صادقا. طبعا أن يكون مش ثابت هذا مؤشر على أنه بعض الفقرات مش مضبوطة، بعض الفقرات غير واضحة، بعض الفقرات لا تقيس بالضبط أو غير ذات علاقة بالمفهوم. وبالتالي فإن عدم الثبات يعني بالتبعية عدم الصدق. أما إذا كان المقياس ثابت تماما فإنه قد يكون صادقا وقد لا يكون. يعني ممكن حاجة ثابت، مقياس ثابت واضح من ناحية الفقرات، بيستطيع الأشخاص الإجابة عليه وإلى آخره، لكنه لا يعبر عن المفهوم، فهذه مشكلة. إذا الصدق يؤدي إلى الثبات، أو وجود الصدق إشارة إلى وجود الثبات، لكن وجود الثبات لا يعني بالضرورة الصدق. وبالتالي فإن افتقاد أداة القياس للثبات مؤشرا سلبيا للصدق. وفي نفس الوقت فإن توافر الثبات لا يعني بالضرورة أن الأداة صادقة، فالثبات رغم أهميته لا يعتبر مفرده كاف للصدق أداة الدراسة. في ختام هذا المحور اللي تحدثنا فيه عن القياس وعن المفاهيم وعن الصدق والثبات وعن تطوير المقاييس وعن التراكيب اللغوية واتجاهات المتغيرات اللي ممكن أن تكون موجودة، ودرجة مستوى القياس ودرجة المتغير، يعني من الدرجة الأولى والثانية وحتى الثالثة. من يريد المزيد عليه أن يلجأ إلى أحد المصادر الموجودة في هذه الشريحة أو إلى أي مصدر آخر موجود اليوم، العديد من المصادر المفتوحة عبر الإنترنت. أتمنى لكم التوفيق وإلى تسجيل في أحد الموضوعات المهمة الأخرى. شكرا لكم.